ما هي الدولة الإفريقية التي لم تستعمر أبدا في إفريقيا؟ اسمها ما تستعمرتش، لم تتعرض للاحتلال في إفريقيا؟ نعم، ما كانش دولة ما استعمرت في إفريقيا. لا لا، كاين دولة. دولة موريتانيا؟ لا لا، هي دولة جاية في غرب إفريقيا. في غرب إفريقيا، والله ما عندي الجواب. ما هي الدولة الإفريقية التي لم تستعمر أبدا، سما لم تتعرض للاحتلال؟ ما connaissance انا باسكو ما connaissance hein tu diable herbe c'est à dire le continent africain il est colonisé par l'empire français c'est à dire bon à part l'Afrique du Sud par le par l'imperatorie de la Britannia بصح la majorité je pense كاع ما نعرف. لا لا، كاينه دوله في غرب افريقيا لم تحتل ابدا. هذه ما pourtant je suis à la une tous les jours. On a dit jusqu'à 8 heures de culture générale, géopolitique, culturelle. En Al-Qsara, je suis américanisé, c'est-à-dire. Mais africain, je ne sais pas. Bled Wahda, il y a une guerre sur le continent africain. Bon, on a bien l'Afrique du Sud, c'est une colonie britannique. Moussamara britannique, le Congo. Non. مي هذه وحده ما هي الدولة الإفريقية التي لم تستعمر أبدا؟ يعني ما احتلتها حتى دولة أخرى. هي الدولة الوحيدة في قارة إفريقيا، جاية في غرب القارة الإفريقية. كينيا؟ لا 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 رون كينيدي، ما عنديش معلومة. لا، ما هي الدولة الإفريقية التي لم تستعمر أبدا؟ اسمها ما استعمرتش أبدا. ما استعمروهاش؟ نعم. هي دولة إفريقية جاية في غرب القارة الإفريقية. هنايا أنا مون أفي دابري لاسكي ما كاينش بلاد اللي ما استقلتش سولتو في لافريك. هي كاينة دولة لم تستعمر أبدا. إيه كاينة، مي مانيش عارف الحق، الإنسان ما يكذبش، مي لا ماجوريتي 99.99 لي بيي أفريكان كاع مستعمرهم. ما هي الدولة الإفريقية التي لم تستعمر أبدا؟ دولة في قارة إفريقيا لم تتعرض للاحتلال. واش من عام؟ صديق واش من عام؟ ما احتلتش كامل، يعني ما احتلوهاش كامل. دولة في قارة إفريقيا لم تستعمر. تكون كشف دولة فقيرة ما عندها والو على بها ما يستعمروهاش، لو كان زعما كاين فيها حاجة مليحة ولا كانوا يستعمروها. بصح إفريقيا شغل ديجا ما ماشي يقولوا زعما نقولوا كما كتقولي لي كاش بويسونس مونديال ولا. لكن قارة إفريقيا أغلب دولها تعرضوا للاستعمار من قبل الدول الأوروبية. مي بصح هذه ما باليش شكون هذه. شكون من هي دولة من غرب إفريقيا؟ غرب ولا والله على بالي ما نقدرش نكذبش عليك. هذا الدولة معليش حنا نفيدوك بالمعلومة، هذا الدولة هي دولة ليبيريا. وهي ليبيريا. وهي دولة تقع في غرب إفريقيا وهي التي كانت تحت الحماية الأمريكية. واللي السود حبوا يديروا الزنوج او العبيد الافارقه حبوا يديروا دولتهم الخاصه في افريقيا، فراحوا من الولايات الامريكيه المتحده راحوا لليبيريا واللي هي لم تحتل لانها كانت تحت الرعايه للولايات الامريكيه المتحده. فيها شويه ثروات وقالوا ما كان هما يعتمدوا على تصدير المطاط، ماده المطاط. لو نيلون المطاط. ايه تسمع على بها ما احتلوهاش مثلا يعني بترول نيني ديام. المهم هي الدولة الوحيدة في افريقيا التي لم تستعمر. تسمى معلومة مليحة.